خلني اتلذذ في الحياه. يصرح من الان ابو ثقل ويقول انا ما راح اتزوج اللي بتختارها امي، انا باخذ اللي انا ابيها، صح ولا لا؟ يعني في الاول والاخير انت قاعد عايش علاقه حب الان. شف انا بعلمك بحاجه، في امي يعني الله يجعلني قبلها. الله يطول عمرها. اسلم مضبوط. ما تختار النار. ها ما تختار شلون ابدا؟ وش خافت تحبين فلانه او قالت كل بنيات الجماعه غاليات عندي، واللي مهم من الجماعه حتى لو انهم من برا تيجي غاليه عندي. امي جنه اللهم لك الحمد. انت شف ما تختار لحد. ترحيب منا إلين يندف الراسي. أنا أشهد. يشهد. سلام عليكم. من اللوم لي في نار جهنم. من نار جهنم؟ اللي بلوم لي في حبك. إيه أشهد. في نار جهنم يغطي الساعة. طيب قوي من؟ ونايف بعد والله العظيم إني أحبك. الله يجعلني فداك يا أبو ثقل. قول غني الله من محبتك. سم؟ قول غني الله من محبتك. لا والله أبو ثقل الله تعالى. قولها عادي. لا والله. قولها. أنا قررت. سألني قال هل أنت يا سلطان تخلي موضوع شيء والله يا أبو إبراهيم والله شوف الشرعية هل أنت يعني تخلي الوالدة شو اسمه دا يا أبو إبراهيم خلني بحوفك والله صح استخلص صح أنا ما أبي أشرب